قامت الرئيس لأهمية وجود الاحتياط الاستراتيجي. فبقول لحضرتك القمح 6 شهور ونص، السكر النهاردة عندنا 5 شهور، الزيت اللي هو في أزمات عالمية وزيادة أسعار الزيت عندنا 4.7 شهر، اللحوم عندنا 2 سنين قدام غلية اللحوم قال قبل العيد وكده. أنا بقول لحضرتك إن شاء الله، أنا بقى عايز أفرق ما بين حاجتين، ما بين اللحوم اللي احنا بنعرضها في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفي جمعيتي وفي منافذ الجمعيات، احنا ما زودناش اطلاقا، سواء في المجمد لا يزال ب 65 جنيه وكذلك الطازة ب 85 جنيه. بنحاول ان احنا نوفر كميات، وكان عندي ممثلين من الجانب السوداني، بحيث ان شاء الله لن يكون هناك مشكله في العيد الكبير. ولكن عايز اقول حاجه، العلف عالميا وبالذات الذره الصفراء غليت، وبالتالي العلف الحر في مصر غلي، وبالتالي ابتدت تظهر ظاهره ان اللحمه البلدي بتاعتنا بتغلى. هنعوض ده بان احنا نعرض اكتر وننزل السوق اكتر، وبالتالي هنحاول نقلل الفجوه اللي ما بين سعر اللحمه الحر وما بين سعر اللحمه السوداني. هنجيب قد ايه من السودان؟ اتفقتوا عليه مع الجانب السوداني؟ يعني احنا بنشتغل على طبعا عارف الاتفاقيه اللي بيننا وما بين الاوقاف، بحيث ان احنا لغاية دلوقتي اتفقنا مع الأوقاف على توفير 10,000 طن أثناء العيد الكبير مع الأوقاف، بالإضافة إن احنا بننزل أكثر من قدهم تقريبا في المجمعات، وبنتيح كمان الخراف الحية اللي جاية من السودان، أو الخراف اللي هي المذبوحة اللي بتبقى في الشاشة البيضة دي لو تاخد بالك. وهنحاول لسه بنناقش ان احنا هننزلها باسعار قد ايه، بس ما بنحبش نتكلم دلوقتي عشان ما نلخبطش السوق. هنتكلم قبل العيد الكبير بشهر ولا حاجه، بحيث ان شاء الله ندخل دخله جيده ونحافظ على الاسعار. طيب عايز اضيف حته ثانيه بالنسبه للدواجن والتعاون بيننا وبين وزاره الزراعه، والتعاون متميز جدا. ان احنا مش عايز اقول اكتفاء ذاتي في الدواجن، انما حوالي 97% اكتفاء في الدواجن، وبالتالي الحمد لله ده برضو مؤشر جيد جدا. بالنسبه للسمك حضرتك شايف المزارع الجديده والسمك الموجود، والحمد لله بنتعاون مع الخدمه الوطنيه ومع كافه المنتجين للاسماك، وبنعرض حتى هذه اللحظه البلطي بأقل من 28 جنيه والبوري ما بين 35 جنيه وما شابه ذلك، وبالتالي بنتيح اللحوم سواء اللحمة الحمراء يعني أو الدواجن أو الأسماك، بحيث إنه يبقى متاح بالنسبة للناس. أدي الفيروز أهو، حضرتك بتتكلم على الفيروز. بالظبط بالظبط، وبيننا وبينهم اتفاقيات وإن شاء الله بتاخدوا منهم؟ طبعًا. طبعا بناخد منهم وبناخد من كافه المزارع الاخرى اللي موجوده مع الخدمه الوطنيه، فطبعا في تعاون جامد جدا بيننا وما بين الخدمه الوطنيه وما بين منتجين كذلك الاسماك في وزاره الزراعه.